شركة في طبعها هذه 31 للتقرب أكثر من الزبون كما نقولوا احنا كل يوم ألجيريان، وباش يشوفونا يعني كما نقولوا الموزعين تاعنا، وخاصة يعني الزوار من الدول الأجنبية فيما يخص الإكسبور. عندنا استراتيجية في 2024 إن شاء الله، المخطط تاعنا هو تغطية السوق الوطنية ونتجه إن شاء الله لعملية التصدير بمواد جيدة إن شاء الله. يعني عندنا في إفريقيا، نعم في إفريقيا، وكان بعض الدول يعني مثال اليوم عندنا بالدول الأوروبية اليوم اتصلت بينا شافت المنتوج تاعنا خاصة معجون أسنان. فيما يخص المنتوجات يعني جدد في 2024 إن شاء الله، عندنا معجون أسنان مبيض، عندنا شامبو عائلي، وعندنا سيروم يعني للشعر. يعني شركة فيباكوس عندها ثلاث اختصاصات، ليجين ايكو بيكو دونتير، وعندنا ليجين كوربوريل تاع الجسم، وعندنا لي سوان كابيلار.